بسم الله. اللوت في برنامج ريفيت ستراكشر، باجي من انالايز اقول له لوت وابدا اشوف هل انا عايز احطه نقطه وخلاص بالشكل دوت، او لاين لوت او اريا لوت. هبدا انا ارسم الاريا، تمام، ولا انا عايز حاجه متحمله على عناصر معينه. يعني ممكن اقول لوت بوستد بوينت روت، ادور على عمود مثلا نقطة واحدة بالشكل دوت، او هوستد لاين لود، ادور على حائط حامل عليه اللود، او هوستد اريا لود، يبقى انا ادور على الفلور واروح عامل الفلور كله لود. ومن هنا بقى ابدا ادخل الخصائص بتاعتي الاف اكس 1 الاف واي 1 الاف زد 1